أضاف بعض أهل العلم حضرة الطعام محتاج إليه، إذا حضر طعاما وهو محتاج إليه يعني في حضرة الطعام، لأنه من ضمن الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قال لا صلاة بحضرة طعام ولا رجل يدافعه الأخبثان، فإذا كان بحضرة الطعام كذلك، ولكن قيدوه بطعام محتاج إليه يعني يريد أن يأكل، يريد أن يأكل فله أن يفوت الجماعة أو الجمعة لأجل هذا الطعام الذي هو محتاج، يعني يأكل حتى يشبع ولو فاتته الجمعة أو فاتته الجماعة، وليس المقصود أن يقول جهزوا لي طعامي في هذا الوقت، ولكن قدر أنه وضع الطعام في هذا الوقت، مثل الآن في بعض الأحيان في رمضان مثلا، بعض لو دعيت إلى إفطار مثلا في رمضان ووضع الطعام مع أذان المغرب مثلا، فجلست تأكل أقيمة الصلاة، لا يقال لك اقطع الطعام واذهب إلى الصلاة، يقال أكمل طعامك، لكن لا يجوز لك أن كل يوم تضع طعامك في مثل هذا الوقت حتى تفوتك الصلاة، لكن لو قدر أنك دعيت إلى طعام أو حتى الآن يعني الآن الغداء مثلا الإنسان انتهى من العمل مثلا ذهب يتغدى تأخر الغداء لأي سبب من الأسباب وضع الغداء قريب من صلاة العصر مثلا وهو يأكل أقيمة صلاة العصر مثلا، له أن يفوت الصلاة في المسجد لكي يكمل طعامه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء يعني قدموا أكل الطعام على الصلاة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن هذه الأشياء أو هذه الأسباب تفوت الخشوع في الصلاة، فإذا قلنا له اذهب وصلي لن يصلي في خشوع، والخشوع كما هو معلوم واجب في الصلاة، فإذا فوت هذا الواجب لأجل واجب آخر مختلف فيه وهو حضور الجماعة فقال حضور الخشوع أفضل أولى، لأن إذا اختلف واجبان أحدهما جزء من الصلاة والآخر خارج الصلاة فيقدم الذي هو جزء من الصلاة. فمثل هذه الأسباب وما شابهها للإنسان أن يفوت الجمعة والجماعة لأجلها. نعم.